Glasgow Rangers eliksiron di Srivina lë Sirbi, ne di Sirbi a dorë Europi, Europa League, a dorë 16, mi shenë në kibesh në Glasgow Rangers, u një zrobë bi kuë, yani emem Srivinja pi mejdeni, pi mejdeni, yani mi shenë në kënë të lëmubara, u në shatë lë awël linteha, bi hedefejn li sif, li salah Glasgow Rangers, eliksiron di mi shenë në gjimës, anë tarikh dërbet gjezë, për dekika lë 11, Alfredo في الدقيقة 15 يعني وانتهى الشوط الأول بهدفين لصفر لصالح غلاسكو رونجرز. شاهدنا كيفاش ليون يعني وين يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 يعني شاهدنا آلين في الحراسة تاع غلاسكو رونجرز كونار ليون جيمس كليفن رايان جاك شنا جون شنا جاو كامارا رايان كينت الفيردو يعني وين نقولوا باللي كانت المباراة مباراة كان في صالح غلاسكو رونجرز ريبينا النادي السربي شنا ميلان في الحراسة ميلان رودريتش شنا اسكندر شنا كريستيانو كذلك وين شنا وين نقولوا باللي اليوم وين غلاسكو رونجرز نقولوا غلاسكو رونجرز وين قدم مستوى يعني عرف كيفاش سجل عرف كيفاش يفوز يعني في هذه المباراة يعني مباراة اللي كانت نقولوا بلي وين غلاسكو رونجرز وين حسمها في الشوط الأول ليون وين يعود في الدقيقة 51 ويسجل الهدف الثالث يعني لصالح ناديه رغم أن وين غلاسكو رونجرز وين حاول لكن بدون جدوى أمام قوة يعني سريفينيا وين حاول لكن بدون جدوى امام غلاسكو رونجرز في هذه المباراه اللي كانت قويه عليه يعني وين غلاسكو رونجرز اللي عنده خبره كبيره في هذه الدورات هذه هي الدور 16 غلاسكو رونجرز سريفينا سربي السربي الدور الاوروبي نقولوا غلاسكو رونجرز وين قدم مستوى يعني عرف كيفاش سجل عرف كيفاش يفوز يعني في هذه المباراه يعني مباراه اللي كانت نقولوا بلي وين غلاسكو رونجرز وين حسمها في الشوط الاول ليون وين يعود في الدقيقه 51 ويسجل الهدف الثالث يعني لصالح ناديه رغم ان وين غلاسكو رونجرز وين حاول لكن بدون جدوى امام قوه يعني سريفينيا وين حاول لكن بدون جدوى امام غلاسكو رونجرز في هذه المباراه اللي كانت قويه عليه يعني وين غلاسكو رونجرز اللي عنده خبره كبيره في هذه الدورات هذه هي الدور 16 غلاسكو رونجرز سريفينا سربي السربي الدور الاوروبي.